liebe Leute, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. معكم شادي من جديد، بتمنى انكم تكونوا بصحة كتير ممتازة وانتم عم بتشوفوا درسنا لليوم. قبل ما نبلش ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعوني على تيك توك. بدرسنا لليوم هو عنوانه دي ريجل ماسجن فابن. دي ريجل ماسجن فابن يعني الأفعال النظامية. ممكن كمان نقول دي شفاخن فابن. دي شفاخن فابن بمعنى الأفعال الضعيفة. يعني هذا الحكي جدا جدا مهم بما أنه إحنا بلشنا نحكي عن الأفعال. طبعا كلياتكم بتعرفوا أنه الأفعال هي عنصر جدا جدا مهم بأي لغة كانت. ليش؟ لأنه طبعا عندنا أفعال نظامية وعندنا كمان أفعال شاذة أو بمعنى الأفعال القوية اللي هي بتكون ماشية على أكثر من قاعدة. اليوم احنا رح نحكي عن الأفعال النظامية، الأفعال الضعيفة اللي تقريبا كلياتن ماشيين على قاعدة محددة. اليوم رح نتعلم كيف احنا فينا نصرف الأفعال النظامية اللي هن طبعا كلياتن ماشيين على قاعدة محددة مثل سبق وما حكيت. يعني كيف انا فيني اصرف مثلا هذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل وإلى آخره، وكمان رح نتعرف على بعض الأفعال. بما انه درسنا عن الافعال شيء كتير كتير مهم قبل ما نبلش ونحكي باي شيء نتعلم شو يعني فعل وشو يعني افعال باللغه الالمانيه. فعل باللغه الالمانيه يعني داس فيرب. داس فيرب اذا بدنا نقول بصيغه الجمع، وجدا جدا مهم انكم كمان تحضروا درس دي بلوغال بيلدونغ، هو كان الدرس السابق. اذا ما عندكم فكره عنه رح احط لكم اياه تحت برابط الوصف. المهم إذا بدنا نقول الأفعال بصيغة الجمع منقول دي فابن. دي فابن، وطبعا سبق وحكيت بالدرس صيغة الجمع إنه أي اسم باللغة الألمانية بحوله من مفرد إلى صيغة جمع بيمتلك أداة التعريف دي، لكن حولت من داس إلى دي. دي فابن. طبعا بحس شيء كتير حلو كتير مهم إنه نعيد بعض الأشياء اللي أخذناها بالدروس السابقة لحتى تضلكم متذكرين. سبق وحكيت ببداية الدرس إنه الأفعال النظامية تمتلك قاعدة واحدة بتمشي عليها، يعني عندن قاعدة خاصة فيهن سهلة جدا بتمشي عليهن وقت لما أنتوا بدكم تصرفوا الأفعال النظامية أو الأفعال الضعيفة ممكن كمان نقول، اللي هن بيجوا عكس الأفعال القوية الشاذة وقت لما نصرفن، اللي بيكون إلن قاعدة خاصة فيهن ممكن تتغير من فعل إلى فعل. اليوم إحنا رح نبلش بالأفعال النظامية، بتمنى يكون التركيز كتير عالي وهلأ رح نبلش. أول معلومة اللي كتير كتير مهمة واللي كتير مفيدة إنكم كلكم تعرفوها وهي معلومة جدا بسيطة، إنه معظم الأفعال باللغة الألمانية تقريبا شي 99% 98% بنتهوا ب A N. A N دائما بنتهوا بهي النهاية، مثل عنا أمثلة شبيلن، لخن، كاوفن، لاوفن، زينجن، ليزن، غيدن وإلى آخره. مثل ما لاحظتوا جميع الأفعال عنا كانوا منتهيين بنهاية AN. تقريبا جميع الأفعال باللغة الألمانية تتصرف بهاي الطريقة يلي أنا هلأ رح فرجيكم ياتها باللغة الألمانية. طبعا طيب أنا الفعل مع شو بدي صرفه؟ هذا الفعل بدي أصرفه أنا طبعا شي مؤكد مع الضمائر الشخصية. شو هن الضمائر الشخصية؟ اللي هن إيه، دو، إير، زي، إس وإلى آخره. كمان أخذنا درس عن الضمائر الشخصية بحط لكم ياتو تحت بصندوق الوصف لحتى تروحوا تحضروه وبعدين ترجعوا لهذا الدرس تفهموا أكثر. طبعا يعني انا هذا الفعل اللي بدي اصرفه رح اصرفه مع الضمائر الشخصيه مثل اللغه الانجليزيه والى اخره. هلا خلونا بالافعال النظاميه. جذر الفعل بضله محافظ على شكله، بس اللي بتغير هو القسم الثاني من الفعل. شو يعني هذا الحكي يا شهد؟ مثلا عندنا الفعل كاوفن. كاوفن بمعنى يشتري.
طبعا وقت لما بدنا نصرف الفعل، الفعل هذا بضله محافظ على شكل الجذر تبعه، والقسم الاخر من الفعل بتغير عندما نصرفه مع الضمائر الشخصيه اللي هن حكيت عنهم، ايش دو ايزي اسوا الى اخره. مثلا سبق وحكيت عنا الفعل كاوفن، كاوفن معنى يشتري. شو هو جذر الفعل عنا هون؟ طبعا كاوف، كاوف بدون الـ AN، الـ AN هو بيجي القسم الآخر من الفعل، وتماماً هو القسم الثاني اللي رح يتغير معنا وقت لما نصرفه مع الضمائر الشخصية. بتمنى أن تكون الفكرة وتحط، طبعاً هلا رح تتوضح معكم أكثر وقت لما أنا أبلش بتصريف هذا الفعل. مثل ما شوفنا الفعل منتهي بالـ AN هو القسم الثاني منه، والجذر تبع الفعل هو اللي ضل محافظ على شكله اللي هو كاوف. هلا أنا مثلاً بدي أصرف هذا الفعل مع الضمائر الشخصية. أول شيء هدول هن الضمائر الشخصية اللي عنا. هلأ رح نبلش نمشيهن ضمير ضمير ونشوف كيف مع كل ضمير شخصي عم بتغير عندي تصريف هذا الفعل، كيف عم تتغير عندي اللاحقة تبع الفعل. حبايبي هلأ لازم تركزوا كتير كتير منيح إنه عن جذر الفعل لازم تقسموه عن اللاحقة تبع الفعل. اللاحقة تبع الفعل هي كانت عنا الـ AN، هلأ رح تتغير وقت لما أنا أصرف هذا الفعل مع الضمائر الشخصية. هلأ رح توضح لكم الفكرة أكثر. أول ضمير عنا ياتو طبعا إيش؟ إيش كاوف، إيش كاوف، دو كاوفست، دو kaufst, kauft, kauft, sie kauft, sie kauft, es kauft, es kauft, wir kaufen, wir kaufen, ihr kauft, ihr kauft, sie kaufen, sie kaufen, sie kaufen, sie kaufen. طبعا مثل ما لاحظتوا طبعا اتغير عنا الجزء الثاني من الفعل عندما تم تصريفه على حسب الضمير الشخصي. تقريبا كل الافعال باللغة الألمانية بتكون بهذا الشكل عندها تصريفها مع الأفعال النظامية أو الأفعال الضعيفة عكس الأفعال الشاذة، وقتها بتكون عنا قواعد خاصة. هلأ يعني شو هذا الحكي؟ عنا اللاحقة بتتغير طبعا على حسب الضمير الشخصي. مثل وقت لما أنا قلت إيش كاوف، يعني وقت لما نصرف الفعل مع الضمير الشخصي إيش، بتكون عنا الجزء الثاني من الفعل هو بنتهي ب A A. مثل عندي ich spiele, ich trinke, ich lache. شفتوا كل هدول الأفعال انتهت اللاحقة تبعهم ب A. ليش؟ لأن تم تصريفهم مع الضمير الشخصي ich. وقت لما صرفت الفعل مع الضمير الشخصي دو انتهى الفعل ب S T دو kaufst، تماماً مع الأفعال الثانية النظامية بنتهي كمان بهذا الشكل وقت لما احنا نصرف الأفعال مع الضمير الشخصي أنت، يعني اللاحقة تبع الفعل بتكون S T. مثل وقت لما نقول دو لاخست، دو كاوست، دو ترينكست، دو غيدست، وإلى آخره. الضمائر الشخصية A, Z, S بنتهوا بنفس اللاحقة اللي هي T. A, Z, S kauft, A, Z, S lacht, A, Z, S spielt, A, Z, S redet. بتمنى انه تكون الفكرة عم تتوضح لكم اكتر واكتر. وقت لما انا قلت ihr انتهت اللاحقة بT لاني انا قلت ihr kauft، يعني كمان مع باقي الأفعال النظامية ihr lacht, ihr spielt, ihr redet وإلى آخره. والثلاث ضمائر الشخصية اللي هن عنا wir, sie, sie بنتهوا اللاحقة طبعا بتنتهي بنفس نهاية المصدر، مصدر الفعل اللي هي كانت an.
يعني ما بتغير شيء. مثل وقت لما أنا قلت wir kaufen, sie kaufen, sie kaufen. أنا كمان أمثلة تانية wir lachen, sie lachen, sie lachen. wir reden, sie reden, sie reden. وإلى آخره. بتمنى أصدقائي إني قدرت أشرح لكم هذا الدرس بطريقة كتير سلسة، وقدرت يعني حاولت قد ما فيني إني أبسط لكم الأمور، لأنه طبعاً درس القواعد مانو درس قليل، وتصريف القواعد بده كمان تركيز. بتمنى إنه يكون الدرس عجبكم. ما تنسوا تعملوا لي لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى عائلتنا تكبر أكثر وأكثر. ما تنسوا كمان تتابعوني على التيك توك والإنستغرام، وبشوفكم إن شاء الله بالدرس الجاي. سلام.